يا صاحبي ماني ابراهيم هذا ام ارضني ولا جفني واستخيري وما تعال وما طلبناك عطنا ولا تروح وجعل دربك سفيري من شق شق يريش العين يرفع وانت الذي شقيت خافية ضميري تضحك وانا صملان قلبي مطواه تقول لي لين الفلكة يستديري ماني بمن يطرد سرابنا وبمضماه شاف السراب ويحسب انها غديري عيني على شوف الولايف مضرة جزوع لا شفت الجفاء من عشيري حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم علوم الأولين وكالعادة بنوسع الصدر حنا وياكم على سوالف وقصيد وعلوم غانمة وامثال شعبية وسباحين الأولين بس هما خلوكم حولنا وعين منكم لا تغم العشق يقطع القلوب يذبح الادم ومن أول كثير من القصص سمعناها عن أشخاص حبوا بعض ونتاج هالحب القصايد اللي نسمعها هالوقت لوم الفراق لوم المعاناة لوم هالحب اللي قطع قلوبهم ما شفنا القصايد القوية هالوقت ما شفنا السامريات وانطربنا عليها لأن بالنهاية أي قصة عشق ما فيها مشاكل ما تجي قصايدها قوية هذا قدرنا فضحكنا وناستنا وطربنا هالأيام وعلى الفلكلورات هي معاناة الأشخاص السابقين لكن أحيانا تكون قصة هالعشاق غريبة وغريبة جدا حتى في وقتنا الحالي تلاقي ناس يقولك فلان لفلانه فلان والله أنه يصلح لفلانه وفلانه والله لو يخطبها فلان لكن تخيلوا على أيام الأولين اللي ما فيها جوالات ولا تلفزيون ولا في أي وسائل تواصل وبنت وولد من قبيلتين مختلفة وهالبنت والولد ما يعرفون بعض وصدفة أن جماعتها واللي حولها يقولون فلانة ما تصلح إلا لفلان وفي نفس الوقت فلان هذا اللي هو فهيت يقولون ما يصلح له إلا قوت من طيب فيها وطيب فيه لكن وش نهاية هالحب وش الأحداث اللي تبي تصير عليها وأنا أسمعهم يهرجون عن فهيد ويمدحونه إلين واحد منهم قال والله ما يصلح لفهيد إلا قوت ومن قاله؟ مدري واحد بمجلس أبوي ما عرفته وأبوي كان معهم؟ إيه بالله كان موجود طيب وش رد عليهم؟ قال والله والنعم بفهيد ورجال كفو من حمولة طيبة لكن قلت لها عيال عمها يبونها يلا يلا مشينا تأخرنا على الضعيفة يا ابو فهيد ولدك اخطا علي وانا جاينا بالحق ابشر بالحق وما يلحق وحقك الطاق مطبوق اختار ولدي مختين عليك بس وش العلم هذا والله اللي خابرينك به يا ابو فهيد لكن فهيد جايني يهوش ويقول غير وجهه خيمك ويوم عييت قال منك تفكها ولا بفكها فوق روسكم وليه بك تغير وجهه الخيمه يقول ان خيمتك تكشف سوير وبناته قلت خلي سوير وبناته هم اللي يشده ليش أنا اللي أغير محلي؟ يا أبو فهيد تسمح لي عندي قول قل لي تبي الرجال هذا ما في خير ولا نخوة ولا شهامة وفعل فهيد فعلا رجال متربي وفي خير يا شيخ هذا يخطي علي في محلك يا ابن الحلال هذا ولا بناتي يتامى مع أمهم والله لو يطلبون محلي لأعطيهم محلي وأنت اللي ما ترضى على نفسك ما ترضى على اليتامى لا والله مرضى والظاهر أني أخطيت يا شيخ واللي سواها في هيئة فعل الصواب بارك الله فيك هذا حلالك ومحلك يا خال عز الله أنكم ما قصرتوا يا عيالي الله يجزاكم خير ويوسع رزقكم أبد عدينا مثل عيالتي خالة والبنات بمرنت ودلنت على المكان وأنا بحاطب لتسالحين وبعود إن شاء الله الله لا يخليني منكم ويخليكم لنا يا ربي ويجزاكم خير إلا بشتك يا وليدي سمي
أنت معرس؟ لا والله ما عرس. والله وأنا أمك ما يصلح لك إلا واحد في بالي. من هي؟ بنت رجال وأنا أمك يقالها قوت، وبيتهم حولنا حولنا، مو بعيدا عنا حولنا، يقولون إنه حولنا. ارتويت يا خالة؟ اي والله يا بنيتي ارتويت، جعل ربي يسقيكم من نهر الكوثر. هذا غداك يا خالة، انا بوكلك. ربي يوفقك يا بنيتي، جعل ما ياخذك الا فهيد، وتراك يا بنيتي ما انت بعيدة عنه. شلون يا خالة من بعيدة عنه؟ فهيد رجال شام وكريم وصاطي وشيخ قوم بعد. يا الله انت رزقها فهد. هل بيكونوا محمين جنبي؟ هنا او هناك؟ مع حبك ونيدو ليتل كيدز 3 بلس. أغناك الله يا أبو فهيد. صحة وعافية، ما قمنا إلا بالواجب، عسى طاب خاطرك. إي والله طاب خاطري، والله لو عندي بنية ما ياخذها إلا فهيد. لا تجيب طاري العرس ثقل. لا والله ثقف، أنصحه أنصحه. أعرف يا فهيد، أعرف شوف عيالك قبل ما تشيب. إن شاء الله، إذا الله كتب لي إن شاء الله ولقيت بنت الحلال. بنت الحلال قريبة، عن تصمل بس. من هي؟ عساها من ربعنا. هي بلا قريبة قوت. اي والله انك صادق، كل اللي يقوله فهيد ما يصلح له الا قوت. والله نعم بنت الاجواد، تعسك شاكي من فهيد من اول. تصدقيني يا نو؟ وش في صوتك متغير؟ صوتي لما تغير ولا شيء، هذا صوتي. صدقين ابي اشوف فهيد اللي كل اللي يقول عنه ما يصلح لفهيد إلا قوت. آه ماي قايلة لك إن صوتك متغير. أنا شو له هرج معك؟ تعالي يا بنت الحلال خلاص بعلمك وين تشوفينه. وين؟ هو مر ومر يجي عند الماء. أنت تعرفين زولة؟ لا والله ما أعرفه، بس كل البنات يطرونه. تقدم معنا يا طويل العمر. الله يبيض وجهك ويكثر خيرك بلحق حلالي. أجل بعاونك أنا وخوي طرق. لا والله أشغلتك اليوم معي، تراني ما عرفتك يا ولدي. ألا معلمك بس أظنك ما وحيتني زين. أنا فهيد، هذا خوي طرق. أنت فهيد؟ عز الله أنهم صادقين. من هم اللي صادقين؟ اللي يقولون فهيد ما يصلح له إلا قول. في أمان الله. فمان الله. وش العلم يا ولد؟ كلن يطري قوت بالخير. اي والله انا اخوك، كلن يطريها بالخير. عز الله انها بنت رجال بنت جاويد. والظاهر اني بديت اهوجس فيها. اسلم يا ولد، شو السالفه؟ تعال معي. انت متاكده انه بيجي؟ اي بنت الحلال اصبري. وتراي معلمتك أنه يورد الماء كل فترة. أجل نصبر شوي. طيب قوت إن شفتي وش بتقولي له؟ ما أدري وش بقول له، بس شلون بعرفه؟ اسمي انشدي هالولد يمكن يعرفه أو حتى يوصفه. يا ولد سمي. أنت من أي ديار؟ أنا من الديار هذه. ليه بغيتي شيء؟ تعرف رجالي نقاله فهيد؟ اي وصلتي خير، هذا اخوي الكبير. والنعم بفهيد واخوه ملك زود. اخبره يورد الماء من فتره لفتره. اي يورد الماء ويفزع لشبانه. عندي علم وابي يوصله. امر وش بغيتي؟ انشدك
عن ذيب لبسوه ياقوت، لا عرفنا الذيب ولا شفنا ياقوته. علمه وقول له إن قوت انشدت عنا. أبشري. أسمع، احفظ العلم ولا تهرج به لحد. وأنا أخف هيد. أتبي يا شور، حنا نمشي الصباح ونعود مسيان. انطلعنا ما حنا براجعين إلا بعلم. يا فهيد لازم نشوف الأرض. أنت ما سمعت أبوي الشبي يبي أرض المربع وناس هنا جاويد، يعني لازم نمرع عندهم وناخذ علومهم. يا فهيد شو عندك يا ولد؟ في واحد اسمه قوت تنشد عنك. تنشد عني هنا؟ وش قالت لك؟ قالت علمة أن تنشد عنك. وين فيه؟ عند الماء. أنا بروح. وين تبي يا فهيد؟ أبى أشوف بنت لا جويد إيش تبي. والحلال راح مع أخوك، أنا محلك. أنت شفتها هنا؟ الظاهر أنها رجعت. طيب قالت لك شيء؟ انشدت عني؟ قالت علما انشدت عنك. خلاص انت رح. ما رح تجي معي؟ لا رح انت، وقل الطلق لا يحتريني. خلاص ابشر ابشر. وش اللي تبيني يا قوت؟ عز الله اني تعلقت فيك يا بنت الاجود. وش بيسوي فهيد لما انه وصلت الوصيه؟ ما ادري، الوكاد انه بيعرف اني نشدت عنا. يعني بتحترين عند الماء؟ اي والله اني بحتريه الين اشوف زولا. بنت لا تكوني عشقتي. اي والله اني عشقتها من سواليف الناس عنا ومدحهم له. يا ولد وش مجلسك هنا؟ ابي احتريها يمكن ترجع. انت صاحي وش تبي العرب يقولون عنك؟ فهيد يحتري الحريم عند الماء. والله وانا اخوك انك صادق، والله ما ادري ايش جاني. الظاهر انها ماخذين قلبك معها. اي والله ماخذ عقلي وقلبي، ودي بس لو اشوف زولها. يا مال الغنيمه، انص عربهم وانشد عنها. انت وش تبي العرب تقول عني؟ أدور بنتهم في ديرتهم وبين رياجيلهم. أجل شورى عليك، أرسل مرسول وجيب لك علومة. عرفت شو تقول ولا لا؟ اي عرفت. ابى اقولك مره ثانيه عشان ما تنسى، اذا شفتها كلها فهيد يقول تحتريني. انت وش عندك؟ ما انت واق هواتنا. ابشر ابشر يبا، ودي الهوا. يا ود وش العلم؟ ما صار شيء. انت كم لك هنا؟ نيا مسرقت ولا حد جاء؟ ولا حد جاء. طيب اخذ الحصان، خليه يروى ورجع معك البيت. ورا ما تاخذ انت. اقول لك احصل عليه. ابشر ابشر. السلام عليكم. عليكم السلام. ابي محل ابو قوت. هذا محله بس ما هو موجود، وش اللي تبيه؟ والله أنا أخوك أنا فاقد لي الشهر، وقلت يمكن أمع حلال. إن كان لك حلال أبتاخذه، أمشي معي. أنت متأكد إن شاتك دخلت مع حلالنا؟
نبي نشوف الحين. يا عمه يا عمه، ايش عندك؟ يقول الرجال ان له شاتين دخل مع حلالنا. ومين قالك انها مع حلالنا؟ وليدنا الصغير قال انها صارت تاليه الليل ودخلت حلالك. وعساك لقيتها؟ اي والله لقيتها. وش اللي لقيته؟ الحلال. الله يبارك لك في حلالك. والله يا ابو فهيد، وفهيد لحية غانمه، هذا رجل اجودي من حمولة طيبه ويستاهل. فهيد ونعم بكبه، وانت خابر قوت لها عيال عم، وعيال عمه ما هم خلين فهيد ياخذه. عيال عمها لو يبونها ما خلوها كل هالوقت، ولا أظنهم يبي يخالفون على فهيد. أنا لازم أنشدها وأشاورها، والأيام الجاية إن شاء الله هرد لكم. الله يكسب اللي فيها الخير. رغم أن الأمور ما صارت على اللي هم يبونه، لكن سبحان الله زاد تعلقهم في بعض. قوت زاد حبها لفهيد، وفهيد أزود منها بالمحبة. لكن بعض الأمور ما تمشي مثل ما نريد. فهيد لا زال مصر، ولا زال يطارد وراها، وأبوها رافض الزواج. المراد صاروا أحيانا يتقابلون زي ما تقول من بعيد، أما عند المارات ولا في المرعى ولا أي فرصة تحصل لهم يشوفون بعض لو من بعيد. لو بصبعك يا زين رد التحية. أبو قوت حس إن الموضوع ممكن ينتهي المشكلة. قال يا ولد أنا وش يقعدني في هذا؟ فهيد هذا والله لو ينفرد ببنتي ولا يخطفها ولا يصير شيء، إن روح فضيحة عمرنا كلها لين نموت. قرر أبو قوت إنه يشد من ديارهم ويفتك من السالفة كلها. فهيد درى وقرر إنه فعلا يخطف قوت، وحاول يقابلها. اذكر الله يا فهد، إن هجينا أنا وأنت العرب يعيرونها لي، بفشلهم والفضيحة بتبتل علينا وعلى عيالنا. وش السوات يا قلبي؟ أنا ما بي غيرك ولا بي غيري ياخذك. وأنا أوعدك وعد، إن شاء الله أني ما أخلفها، ما أخذ أحد غيرك ولا أحب أحد ثاني. أجل قومي معي أوديك لأهلك. لا أنت رح عشان ما حد شوفك، وأنا بعود. والله لمشي معك لين أقرب كل أهلك. يلا قومي. يلا زين. في أمان الله فهد. في أمان الله. لفهد. والطعنة هي الطعنة، مات فهيد في لحظتها وانتهى الحب، انتهى العشق اللي كان فعلا عذري. ما نلوم أبو قوت أكيد، وعمها الله يعفو وتسامح والله يرحمهم جميعا، لكن من هذيك اللحظة قوت انتكس حالها وتبدلت. لا عطاب الهلمة ولا الزاد، وتقل إن حالها كل مالها وتنقص.
وقالت بيتين شهيرة تقول فيها: يا طيور الحوم، يا طوال الصناقير، أوصيكم عن فهيد لا تنقدنه، يا كم عودة طوح الرمح تطويح، وعطل حمل عشوشكم تنقلنه. وكأنها ببياتها توصي طيور السماء اللي تحوم إنه لا شفتوا فهيد تكفون لا تقربونه، لا تعرضون له، لا تعرضون الجثمانه لو إنه وين ما كان. وكأنها تخاطبهم وتقول: يعني من شجاعة فهيد إنه يا كم من يوم أكلت عقب صيده، ويا كم من يوم أخذت باقي عشاه ورحت به لعشاشكم. خيالات شاعر لكنها تعبر عن معاناة. ترى في العشق لا من الرخاء جاء عقبه عسر، ولا من زانة الأجواء وصفت أما بين زوجين ولا بين حبيبين وحبهم عذري، ثم تبدلت كلها الأحلام ما فيه أقوى من هالطعنة. الشاعر محمد بن لعبون رحمة الله عليه له قصائد كثيرة، وله قصيدته المشهورة واللي يقول من أبياتها: يوم أهلنا وهل مين جميع نازلين على جال الرفاع، ضحكتي ما بينهم وأنا رضيع ما تساوي بتوتي يوم الوداع، طوعوني وأنا ما كنت أطيع واغلبوني وأنا قرمن شجاع. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم، وموعدنا معكم في الحلقة الجاية. بس هما عين منكم لا تغار.